لتسليط الضوء أكثر على التوتر الحدودي الحادث بين الدولتين الجارتين السودان وإثيوبيا، ينضم إلينا الأستاذ إبراهيم ناصر، الكاتب والباحث السياسي السوداني عبر سكايب من إسطنبول. أستاذ إبراهيم، بداية مرحبا بك. السودان بعد أن طلب إثيوبيا بالانسحاب من نقطتين على الحدود، هل يدق الآن السودان طبول الحرب؟ طيب، عظيم. أولا أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. السودان لا ينوي أن يكون هناك تصعيد متزايد في المنطقة، وخصوصا أن منطقة القرن الأفريقي تعاني من تأزمات، ولا يريد أن يدخل في حرب مباشرة مع إثيوبيا، بل يريد أن يستعيد أراضيه المتبقية سلما. ولكن الجانب الإثيوبي يحاول أن يسوف هذه المسألة كما سوف قضية ملف سد النهضة. ومن المؤكد، يعني يعلم السودان مخاطر الحرب، و في حال نشبت هذه الحرب أو اندلعت، من المؤكد سيكون هناك تداعي خطير على المنطقة بشكل عام. ولذلك السودان يرفض سيناريو الحرب، بل يريد أن يستعيد أراضيه عبر الطرق السلمية قبل أن تدخل المنطقة في أي صراع دامي يستنزف موارد هذه الدول الشحيحة. في المقابل، دفعت إثيوبيا بحشود عسكرية لمواجهة الحشود السودانية. هل تعتقد أن السودان المنهك اقتصادياً فيما لو يعني أرغم على ذلك، هل يستطيع دخول في مواجهة عسكرية ضد ثاني أكبر قوة عسكرية في إفريقيا؟ طيب، أنا أعتقد أنه السودان، نعم، وضعه الاقتصادي مأزوم، ولكن من حيث القوة العسكرية السودان وضعه أيضا ليس قليل بمستوى القوة الأفريقية أو القوة الأثيوبية. بالعكس، السودان إمكانياته العسكرية طيبة، ويعني يعتبر من الدول الأفريقية القوية في هذه المنطقة بعد مصر وبعد الجزائر. السودان يحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الجيوش الأفريقية، فبالتالي السودان، نعم، مشاكله الداخلية كانت هي تلهيه عن مسائل استعادة أراضيه المغتصبة من طرف جيرانه. تعلمون أن السودان كان يعاني من مشاكل داخلية وصراعات طال أمدها، والآن الدولة السودانية تعافت، لذلك قررت بأن تستعيد أراضيها. إذا كانت بقوة السلاح ستستغل كل مقدراتها لغرض استعادة هذه الأراضي، لأنها أراضي سودانية خالصة والتاريخ يثبت ذلك. ولكن هو يحاول أن يتجنب هذا السيناريو، وسيناريو مجابهة إثيوبيا، نعم، هو سيناريو مكلف لإثيوبيا أولا وللسودان كذلك، لأنه إثيوبيا هي أيضا تعاني من مشاكل داخلية، والسودان لا يريد أن يصعد من مسألة مجابهة إثيوبيا. لكن في حال تعنت الجانب الإثيوبي، من المؤكد السودان سيستغل كل عناصر القوة لغرض تحقيق أهدافه التي يريد أن يحققها فيما يخص. هناك أيضا مشاكل داخلية تعاني منها إثيوبيا، التي يمكن بحسب رأي مراقبين ربما تفجر حربا أهلية. هل تعتقد أن هذه المشاكل الداخلية تضغط باتجاه يعني خيار التهدئة من جانب إثيوبيا رغم هذه الحشود؟ هو السودان يعرف الوضع الداخلي الأثيوبي، ويحاول أن لا يوظف المعطيات الداخلية الأثيوبية والصراعات الداخلية الأثيوبية، فلأنه يعني في النهاية إثيوبيا مهما حصل بين البلدين، هي عنصر توازن لعلاقات السودان الخارجية في مسألة التعامل مع مصر، التعامل مع المحيط. وإثيوبيا هي دولة لها ثقلها السياسي في المنطقة، ولكن في حال أصر الجانب الأثيوبي في مجابهة السودان وفرض الأمر الواقع في قضايا تخص أمن واستقرار السودان، من المؤكد السودان سيوظف القوى المتناحرة الأثيوبية طال الزمن أم قصر. لكن السودان لا يريد أن يتوسل هذه الخيارات، يريد أن يستعيد أراضيه ويحفظ حقوقه المائية فيما يخص ملف سد النهضة. وفي النهاية إثيوبيا جارة يربطنا بها الكثير من المشتركات، وبالتالي لا أظن السودان حريص على مسألة مجابهة إثيوبيا. ولكن إثيوبيا في حال استعادة أراضي السودان دون أن تصل الأمور لوضع مأزوم، من المؤكد السودان سيقبل ويكون داعم لاستقرار إثيوبيا. لأن طيب السودان، أستاذ إبراهيم، البعض يرى أن التصعيد في هذا التوقيت يهدف إلى لفت النظر عن عملية التطبيع التي ذهب إليها العسكر والتي يعني هي مرفوضة شعبيا، كيف تعلق على ذلك؟ طيب، أولا مسألة التطبيع هي مسألة تختلف كثيرا عن المشاكل الدائرة مع إثيوبيا.
قضية التطبيع هي قضية مفروضة على السودان من الخارج، والسودان يعتبر أنه يعني لابد من أن يكون أن يحسن علاقاته الخارجية، وخصوصا في الدوائر الغربية السودان يعاني من عزلة دولية. والحكومة الحالية تعتقد أنه الانفتاح مع دولة الكيان الصهيوني أو التطبيع معها أو القبول بها كدولة طبيعية في الإقليم يمكن أن يجعل أن يفتح له دوائر كثيرة مغلقة في وجهه خلال الفترات الماضية. فهذه مقاربة ربما تصدق وربما تخطأ وتكون لها تداعيات على السودان. في النهاية دولة الكيان الصهيوني لها اتصالات مع دول، مع دولة إثيوبيا، ولها اتصالات أيضا مع عناصر سودانية داخلية يمكن أن توظفها في فترة من الفترات وتؤزم أوضاع السودان الداخلية. لكن التعامل مع هذا الملف يحتاج لنوع من الواقعية والحكمة لأجل أن يكون هناك السودان معافى وتتحسن علاقاته الخارجية، ويأمن في داخله من أن يؤذى من خلال استغلال التناقضات الداخلية التي تعيشها الدولة السودانية منذ أن استقلت. أستاذ إبراهيم، أخيرا يعني ميدان الصراع لا يبتعد كثيرا عن سد النهضة الإثيوبي كما تفضلتم، إلى أي مدى ترى أن الدول التي تساهم في بناء السد ويعني تنتظر جني أرباحه بعد التشغيل ربما ستترك الأمور تذهب إلى مواجهة تعطل كل هذا المشروع؟ هذا السؤال جيد، أنا أشكرك على هذا السؤال. نعم، ملف سد النهضة هو ملف خلافي ومفخخ للعلاقات السودانية والعلاقات السودانية المصرية والعلاقات المصرية الأثيوبية. فبالتالي إثيوبيا نعم هي تعاني من مشكلة تمويل، ودخلت في ماراثون جمع الأموال عن طريق الديون من خلال دول هي لها الرغبة في التنفذ على منطقة القرن الأفريقي، وخصوصا الصين. نعم الصين تعرف أن هذه السدود أو السدود التي أنشأت في إثيوبيا سيكون لها عائد كبير على الخزائن الأثيوبية، ولذلك يمكن أن تستعيد يعني الصين من خلال هذه الاستثمارات يمكن أن تنفذ على منطقة القرن الأفريقي وتنفذ على القرار الأثيوبي، وإثيوبيا تعلمون أنها دولة مهمة في منطقة القرن الأفريقي. فبالتالي هذه الدول في حال أو الصين ودول أخرى دول إقليمية أخرى في حال لاحظت أن هذا المشروع مهدد أو يتعرض لنكسة ربما تسحب الإمكاني أو تسحب الدعومات التي قدمتها والديون التي قدمتها، وتفرض على الحكومة الأثيوبية بجلب الديون التي تقدمت لها، وبذلك المشروع يفقد قيمته لجارة إثيوبيا. فبالتالي مسألة الديون ستكون هي تثقل كاهل الدولة الأثيوبية، وأثيوبيا ستعاني من تأزمات اقتصادية متتالية من خلال هذه الديون في حال لم تنجح هذه المشاريع ولم تدور بعملة صعبة للخزينة الأثيوبية. وخصوصا تعلمون أن إثيوبيا تعول على هذه المشاريع لتصدير هذه الكهرباء إلى الخارج السودان وإلى جيبوتي وإلى الدول المحيط، ويجلب لها العملة الصعبة. ولكن في حال تأزمت علاقاتها مع السودان وتأزمت علاقاتها مع إريتريا وجيبوتي ومع مصر كذلك، من المؤكد سيفقد هذا المشروع قيمته، وإثيوبيا ستعاني من تأزمات داخلية وتأزمات في علاقاتها الإقليمية والدولية كذلك. نشكرك أستاذ إبراهيم ناصر، الكاتب والباحث السياسي السوداني، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول.